المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تطلق حملة تحت شعار قف لا تسقني سمنا من أجل التصدي لتجاوزات التجار والناقلين الذين يقومون بعرض ونقل المشروبات المعبأة في قارورات بلاستيكية، وهذا تحت درجات حرارة مرتفعة ما يتسبب في ظهور أورام لدى المستهلك. هي حملة قف لا تسقني سمنا هي عبارة عن حملة وطنية، هذه الطبعة تاع 2019 هي الطبعة الرابعة. المشرع الجزائري لحد الآن لم يضع أي قانون يمنع منعا باتا هذه الظاهرة، فأخيرا تثبت أن تعرض السوائل أو الماء المعدني أو المشروبات الغازية الموجودة داخل عبوات بلاستيكية التي تتعرض طويلا لأشعة الشمس ينجر عنها هجرة لجزيئات البلاستيك من العبوة إلى السائل في حد ذاته. بعد تحفيزات المنظمة الوطنية لحماية المستهلك من أجل تفاعل المتتبعين ومشاركة المستهلكين في مواكبة الحملة، مئات الصور تتهاطل على موقع المنظمة الإلكترونية كاشفة العديد من التجاوزات التي تمس صحة المستهلك. لذا نجد تجاوز كبير، يعني يومياً تدخل يومياً عندنا مئات صور ومئات الرسائل. يعني الهدف تاعنا هو ليس الصور أو التشهير، الهدف تاعنا أنه السلطات المعنية والمختصة أنه تحس أن هذه الظاهرة منتشرة جدا وفي الجزائر، وتعمل على فن قانون واضح وصريح يمنع هذا النقل للمشروبات أو المياه المعدنية المعبأة في عبوات بلاستيكية. هذه التجاوزات قلت مقارنة بالسنوات الماضية، وأصبح الناقلون يلجؤون إلى تغطية المنتجات، لكن يبقى العامل التحسيسي والردعي وفضح المتجاوزين من مسؤولية المجتمع المدني للقضاء على هذه الظاهرة نهائياً.